بسم الله، معكم معتصم محمد من اتعلم اونلاين. ما زلنا بنكمل شرح تصميم سيلز داشبورد زي اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي. في الفيديوهات اللي فاتت اتعرفنا على ازاي نصمم الكومبو بوكس والكي بي اي واتنين تشارت، واحد على مستوى الشهور والتانية على مستوى المحافظات. النقطة الأخيرة اللي وقفنا عليها في الفيديو اللي فات إن هو عندنا مشكلة في التشارت بتاعة المحافظات، إن أنا عايزها تظهر لي المحافظات اللي فيها حركات حركة بيع مثلا، والمحافظات اللي ما فيهاش فيها حركات ما تظهرش، او ان انا اخفي ال NE داوت بحيث ان احنا نوصل لنتيجه زي اللي قدامنا دي. انا هنا مختار الابر ايجيبت، فجايب لي محافظات الصعيد، هنا جايب لي محافظات الصعيد لكن في عندي ايتمز انا مش محتاجها. طيب هنبدا مع بعض الشغل، بس قبل ما نبدا نحل المشاكل بتاعه التشارت بتاع المحافظات، في حاجه نسينا نعملها في الجزء بتاع الكومبو بوكس بتاع السب كاتيجوري. هنعملها على طول، ان هو هاجي في الشيت بتاع ليست. لو جينا بصينا ان القيمه اللي بترمي في المعادلات اللي بحسب بيها القيم في التشارت، هلاحظ ان هي بتجيب لي رقم واحد في الليست الكامله بتاعه السب كاتيجوري، لكن انا اللي انا عايزه ان انا اجيب رقم واحد في السب كاتيجوري اللي انا عدلتها. يعني لما اختار هنا مثلا وليكن 3 اللي هي الكترونيك، واختار من هنا 2 يجيب لي التي في، هنا هتلاقي جايب لي الكيبورد اللي هو في الليست الكامله. كل اللي هعمله هاجي هنا F2، وهاجي انقل الرينج اللي بيقرا منه، بدل ما هو بيقرا من العمود الاول خليه بيقرا من العمود الاخير اللي فيه التحسينات اللي احنا عاملينها على السب كاتيجوري ليست. هدوس انتر، هتلاقي ان هو كده جايب لي القيمه بتاعتي بشكل صحيح. طيب دي كده كانت مشكله متعلقه معانا من فيديو سابق. هنيجي بعد كده نشوف هنا عندنا ادي الشارت بتاعتنا. انا هختار هنا بدل ما هي خليها سيف على الالكترونيك، واختار مثلا المايكرويف، وهخلي هنا بدل ما هي الصعيد هخليها على مستوى كل المحافظات. نرجع بعد كده للشيء بتاع كالك، هنلاحظ ان انا عندي اربع محافظات فيهم حركات، اللي هو شرقيه، جيزه، القاهره، وهنا. بس وانا ببص هنا في الجدول بتاع البيانات لقيت حاجة مش مظبوطة، أو في حاجة ناقصة في التقرير بتاعي. إن أنا عندي هنا محافظة زي أسيوط فيها مبيعات في 2017، لكن ما فيش فيها مبيعات في 2018، ومش ظاهرة عندي في التقرير. فأنا عايز بطريقة ما إن أنا أخلي المحافظات اللي حصل فيها حركات في السنة اللي فاتت وما حصلش فيها حركات السنة دي إن هي تظهر لي في التقرير بتاعي. يبقى إحنا كده عندنا نقطتين عايزين نحلهم. النقطة الأولانية إن أنا أتعامل مع المحافظات الخاصة بالمنطقة الجغرافية، والمحافظات اللي فيها حركات من السنة اللي فاتت أظهرها حتى لو مفيش فيها مبيعات السنة دي. طيب نبدأ مع بعض. أنا هضيف عندي عمودين جداد، كنترول وسبيس، عملت سيلكت على العمود ككل، كنترول وزائد مرتين عشان أضيف عمودين جداد. هقول هنا دلوقتي أول حاجة أنا عايز أعرفها، عايز أشوف هل المحافظة اللي أنا واقف قصادها اللي هي في الحالة بتاعت الجيزة موجودة في الأربع محافظات اللي عندي ولا لأ. لو هي موجودة خلاص يبقى أنا كده أصلا ظاهرها، لكن لو هي مش موجودة يديني أي ألارم أو أي إشعار إن المحافظة دي مش موجودة عشان أقدر أخد معاها إجراء. أجي هنا أسمي العمود نوت إن ليست، وأقول له هنا بتساوي. قبل ما أقول بتساوي خلينا نفهم المنطق اللي أنا هحسب عليه. المنطق هقول المحافظة نوت إن ليست هتبقى إمتى نوت إن ليست؟ لما تبقى المحافظة هنا الهيلبر بصفر والهيلبر ليست لاست يير مش بصفر. هنعمل حاجة زي دي ازاي؟ هنستخدم الدالة أنت. هقول له هنا بتساوي أنت الشرط الأول، هل القيمة الخاصة بالسنة الحالية بتساوي صفر ولا لأ؟ والشرط الثاني، هل القيمة بتاعت السنة السابقة لا تساوي صفر؟ وأقفل القوس. بس قبل ما أدوس إنتر خليني أفتكر حاجة، إن هنا القيم بتاعتي أنا كنت ضايف عليها رقم عشري صغير جدا عشان لما أجي أعمل سورت أو أعمل ترتيب القيم بتدله رانك. فهنا لما اجي اقول له هل الداله دي بتساوي صفر؟ هيقول لي لا ما بتساويش صفر لان فيها رقم 10 صغير. فلازم اجي هنا اعدل المعادله، اقول له بدل ما هو بياخد القيمه بتاعت الخليه على طول، اقول لا انا عايز الرقم الصحيح بتاع الخليه دي. هستخدم الداله انتجر اللي هي اختصار اي ان تي، وهنا اقفل القوس صح؟ ونفس الاسلوب هنا قبل ام 25 هقول له برضو انتجر، واقفل القوس وادوس انتر، واسحب المعادله معايا للاخر. فنلاحظ ان كل حاجه قدامها كلمه ترو، يبقى دي محافظه حصل فيها مبيعات السنه اللي فاتت وما حصلش فيها مبيعات السنه دي. ادي اول محافظه كانت المنصوره، تاني محافظه المنيا، اسيوط، وطنطا.
طيب ادي كده انا عرفت ايه المحافظات اللي مش موجوده في الليسته بتاعه التشارت. عايز احول القيم دي بدل ما هي تبقى ترو وفولس اخليها الترو هتبقى واحد والفولس هتبقى صفر. هعمل حاجه زي دي ازاي؟ احنا عارفين ان الفولس لو عملت عليها عمليه حسابيه بتتحول لصفر بتتعالج او بتتقيم على ان هي بتساوي صفر، والترو لو عملت عليها عمليه حسابيه بتتقيم على ان هي بتساوي واحد. فاجي هنا اقول له في واحد، فالصفر في واحد بصفر والواحد في واحد بواحد. فاجي هنا اسحب المعادله للاخر هتلاقي ان انا عندي كل المحافظات اللي قدامها واحد هي اللي مش ظاهره في الليسته بتاعتي. طيب دي كده كانت اول خطوه. الخطوه الثانيه ان انا عايز ادي المحافظه اللي مش ظاهره عندي في الليسته زي المنصوره اديها رقم. انا كنت هنا جايب المحافظات بتاعتي 1 2 3 4 بالداله رانك، فعايز المحافظات الجديده هتاخد رانك جديد. اخر حاجه كانت عندي 4، يبقى المحافظه اللي بعديها تبقى 5 6 7 لغايه الاخر. فاعمل حاجه زي دي ازاي؟ هقول له هنا ده سيريال بتساوي استخدم الداله صم، واقول له بيجمع القيمه اللي في نوت ليست، واستخدم الاسلوب بتاع المجموع التراكمي. كتبت هنا من او 25 لاو 25 من اول الرينج بتاعي لنفسه، وهاجي هنا في اول النطاق بتاعي هثبته باف 4 بحيث ان هو يبقى نطاق بيتمدد معايا، بس ثابت من الاول وبيتمدد معايا كل ما اسحب لتحت. هدوس هنا انتر واسحب المعادله للاخر. الاحظ ان هي دي بقت 1، دي بقت 2 3 4، بس انا بقول انا عايز دي تبدا من اخر رينج من اخر رقم موجود في العمود بتاع الرانك. فاجي هنا اقول له زائد القيمه اللي موجوده عندي اللي هي 4 اللي هي كانت عباره عن الماكسيمم نمبر في العمود بتاع الرانك، واثبت الخليه بتاعه الماكس، ادوس انتر واسحب للاخر. هلاحظ ان انا عندي هنا الاربعه موجوده مرتين، مره هنا ومره هنا، مش هيمثل لي اي مشكله لان انا لما اجي استخدم الداله اندكس هتاخد الاربعه من العمود بتاع الرانك وتاخد اللي اكبر من الاربعه من العمود بتاع السيريال. انا هاجي هنا اخد الداله دي او المعادله دي كوبي كنترول سي كنترول في، يبقى انا دلوقتي عندي عرفت ان المحافظات الرئيسيه بتاعتي 4 وعندي 4 محافظات تانيين مش موجودين في الليست الاساسيه. هاجي هنا المعادله دي اقول له بتساوي ماكس ويشوف اكبر قيمه في الرقمين دول. لو الاثنين بيساوي بعض خلاص ما عنديش مشكله، لكن لو الماكس بتاعت سيريال اعلى من الماكس بتاعت رانك هياخد الماكس بتاعت سيريال. ادوس انتر، الاحظ ان انا دلوقتي عندي هنا ليست من 8 ل1، الاربع محافظات الرئيسيين موجودين عندي لكن الاربعه التانيين مش موجودين. يا ترى ليه مش موجودين؟ لو جيت دوست هنا على الخليه F2، اتحرك شويه كده، ممكن نعمل زوم اوت، ادوس هنا F2 هلاقي ان انا بقول له هنا اندكس المحافظات مفيش فيها مشكله، ودور لي على رقم 8 في العمود بتاع رانك. هيجي يدور مش هيلاقي 8 فبيديني النين. انا هقول له بص لو لقيت الرقم اللي انت واقف قصاده ده 8 اكبر من الرقم بتاع اللي موجود في العمود بتاع رانك دور في العمود بتاع سيريال. طب هنعمل حاجه زي دي ازاي؟ هاجي هنا ادوس F2 واخد المعادله دي كلها كوبي رايت كليك كوبي، واقول له هنا معادله شرطيه اقول له اف الرقم ده اللي هو الاوردر اصغر من أو يساوي الأربعة وثبته. تمام، لما يبقى الرقم ده أصغر من أو يساوي الأربعة يبقى معنى كده إن أنا لسه في المحافظات الرئيسية بتاعتي اللي هي من 1 لـ4. هيعمل إيه؟ الفاليو إف ترو هيجيب لي أو هيدور بمعلومية القيم اللي في العمود رانك. طيب لو الفاليو إف المعاملية المقارنة دي طلعت إن 8 أكبر من الأربعة يبقى معنى كده إن أنا لازم أدور في العمود التاني، فأقول له هنا فاصلة منقوطة عشان أخش على الفاليو فولس، فأدوس هنا كنترول وفي اللي هي نفس المعادلة اللي فاتت. كل اللي هعمله هاجي هنا في الجزء بتاع ماتش هغير النطاق اللي هو لوك اب اري بتاعه، بدل ما هو بيبص من عمود رانك لا هقول له بص على العمود بتاع سيريال، دوس باك سبيس وبعد كده أعمل سيلكت على النطاق ده كنترول وشيفت وسهم لتحت اف 4 وأدوس انتر، وهنا بيقول لي ان في قوس ناقص اقول له خلاص مفيش مشكله هو جابه اضافه خلاص، واسحب المعادله للاخر. هنلاحظ ان هو هنا دلوقتي جاب لي كل المحافظات الاربعه الاساسيين والاربعه اللي فيهم حركات السنه اللي فاتت مفيش فيهم حركات السنه دي. طيب دلوقتي انا عايز اخفي ال ان اي ديت، اخفيها ازاي؟ اجي هنا في الاول ادوس اف 2 واقول له اف ايرور، و
لو نتيجة الدالة أو المعادلة الكبيرة دي كلها ايرور اعمل لي ايه؟ اظهر لي بلانك، علامتين تنصيص، اقفل القوس وادوس انتر واسحب المعادلة للآخر. وهنا نفس الحوار، احط اف ايرور وفي الآخر اقول له اظهر لي بلانك، ونفس النظام هنا اف 2 اف ايرور، لو الفي لوكال بتديني ايرور اظهر لي بلانك، وادوس انتر واسحب الثلاث معادلات او المعادلتين دول للاخر. يبقى انا كده عملت شغل كويس وعندي جدول بالمحافظات اللي انا عايز اتعامل عليه. اجي اخش على الداشبورد ابص، الله جميل جدا، المحافظات اللي فيها حركات هي اللي ظهرت، والمحافظات اللي مفيش فيها حركات ما ظهرتش. في عندي لسه مسافة، المسافة دي معناها ان هو لسه بيقرأ من نطاق ما فيهوش فيه بيانات تظهر في التشارت. فانا هعدل حاجة زي دي ازاي؟ هعمل، اجي هنا معلش في الشيت بتاع كالك، وهسمي هنا مجموعة من الأسماء الديناميكية بحيث إن هو يشوف أنا عندي هنا 8 محافظات، ياخد رينج من أول طنطا وينزل 8 خلايا لتحت، وهنا يبدأ من هنا وياخد 8 خلايا لتحت. هنعمل حاجة زي دي إزاي؟ هنخش على قائمة فورمولا ونقول له نيم مانجر نيو، ونقول له هنا استخدم الدالة اوفست او دبل اف اس اي تي، نفس اللي عملناه في اس اي تي، نفس اللي عملناه في الجزء بتاع السب كاتيجوري الخاص بالكومبو بوكس. هبدا منين؟ انا هنا اول حاجه هاخدها المحافظه، هبدا من اول لاين في المحافظات بتاعتي و3 فصل منقوطه، او لو انا شغال بالكوما هعمل 3 كوما، واقول له الماكس اللي عندي وثبته اف 4، هو هنا جاي متثبت. اقفل القوس بتاع الداله واسمي هنا القيم دي، انا بتعامل على محافظات فاسميها رينج جفرنريت، واقول له هنا اوكي. لو جيت عملت سيلكت على الرينج هنا هتلاقي ان هو جايب لي 8 محافظات بس. اقول له هنا نيو، هكرر نفس المعادله نيو، سميها هنا رينج كارنت يير، واقول له هنا بتساوي اوفست، افتح القوس اول خليه في العمود بتاع كارنت يير 3 فاصله منقوطه، وبعد كده اشاور على الخليه اللي هي الماكسيمم بتاعت عدد المحافظات، واقفل القوس واقول له اوكي، اتاكد جايب الرينج صح، اقول له نيو رينج لاست يير، واقول له هنا بتساوي اوفست، افتح القوس اول خليه 3 فاصله منقوطه، بعد كده اشاور على الماكسيمم واقفل القوس واقول له هنا اوكي، اراجع جابت الرينج اوكي، اقول له هنا كده كلوز. بعد كده اجي هنا، هاجي هنا على التشارت رايت كليك سيلكت داتا، واجي هنا اديت على الكرنت يير، امسح الجزء ده واكتب هنا كالك اسم الشيت علامه تعجب، واسم الرينج بتاعي رينج كرنت يير، اقول له اوكي. بعد كده اللاست يير نفس النظام، اقول له هنا كالك علامه تعجب رينج لاست يير، واقول له بعد كده هنا اوكي. وهنبص هنا في نقطة، إن هو الشارت بتاع الشهور أول عمود ده بيمثل الكرنت يير. لو جيت بصيت هنا أول عمود بيمثل إيه؟ اللاست يير، فأنا عايز أخلي الكرنت يير هو اللي فوق واللاست يير هو اللي تحت، فأجي أخلي هنا الكرنت يير أقول لها انزلي لتحت بحيث إن يبقى ترتيب الظاهر عندي بشكل صحيح. بعد كده أجي هنا على المحافظات أقول له كالك علامة تعجب رينج جفرنريت، طبعا اكتبها بالاس ولا من غير اس، واقول له اوكي، واقول له بعد كده هنا اوكي، هلاقي ان هو جايب لي الرينج بتاعي بشكل صحيح. اجي بعد كده هنا لو جيت لغيت الفلتر ده واقول له هنا اول، الاحظ ان هو هنا جايب لي خلاص التشارت، ابدا اتست، اختار مثلا هنا الصعيد، جايب لي المحافظات بتاعت الصعيد. لو جيت اخترت الكترونيك، نختار سب كاتيجوري وليكن المايكرويف زي ما كان، هنا جايب لي ان انا عندي 3 محافظات في الصعيد باعوا من المايكرويف، بس عندي المنيا واسيوط حصل فيهم مبيعات السنه اللي فاتت والسنه دي ما حصلش فيهم حركات. بكده يكون درس النهارده خلص. لو في اي اسئله او استفسارات اتمنى ان احنا نسيبها في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله نحلها مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.